اتنقلنا للسعودية. الصدمة. يبقى عندك شوية بقى اروح واجي. تمام. السلام عليكم. السلام يا مرحبا. شلونكم يا شباب؟ طيبين؟ ساك طيب. ما بياخذ من وقتك كثير تكفى. عندي طال عمرك الرجال هذا اللي بيعطيك ظهره. هذا ابوي الله يحفظ لك والدك. الرجال من تقاعد من شركة الكهرب، لا احد اتصل فيه ولا احد سأل ولا احد كلمه. وانا صار لي فترة اخذ الاماكن عامة يغير جو واحد يتصل عليه نفس الحالة. الرجل مكتئب وزعلان ولا هو مبسوط. أبي بس الحين له أنت بس أعطيك رقمه مثلا تدق عليه تقول له أنا ولد زميلك فلان زميلك فلان. شف أبي بس هالكلمتين منك تسعده بس. والله ما يلحقكم إلا الأجر. ترى متفرغين. الله يجزاك الله يسعدكم. أي والله اللي نقدر عليها بشير بحنا تبرنا أخوانا كل العيال. أبي مثلا أنت تدق عليه تقول أنا زميلك إبراهيم من قسم الاتصالات الإدارية كنت في شركة الكهرب. علومك وش اخبارك وين الدنيا بس هو ابو ياسر بس مجرد انك تتصل وفيه حسن احد يسال عن هذه بالدنيا وما فيها. الله يجزاك. الرحمه ما فيهاش تردد ولا تفكير، بتطلع من جوه القلب. صفر. الو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبتين أبو ياسر. هذا يا هلا. شلونك؟ الله حييك يا هلا. من معي طال عمرك؟ معك زميلك بالعمل أبو ياسر. هلا وشلونك؟ بشرنا عنك. الله حييك. من معي طال عمرك؟ معك محمد من زميلك في شركة الكهرب من أول. أهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. بشرنا عنك. الساعة مباركة. حياك الله وبياك يا إبراهيم. كيف الحال؟ والله مشتاق لك الحمد لله. يا مرحبا يا مرحبا. الله سعدتنا بصوتك. الله يسعدك وين ايامك ما بتسأل. الله لا يهينك. كل زين يا ابو خالد. الله يا طيب بسلامك. ما اختفيت ولا حد اتصل علينا ولا سمعنا صوتك يا احد. هذا شغال الدنيا ابو ياسر. عاد المنشات فقدناك وقلنا نطمن عليك ونسأل عنك ونشوف اخبارك. الله لا يهينك. شكرا على اتصالك. الانسانيه ملهاش دين ولا وطن، دي حاجة لازم تجري في دم كل بني آدم من غير ما يفكر ولا يتردد. ضاق دينك ودنا نشوفك نطمن عليك شخبارك مسوي. ما تفقد غالي